الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح رسالة القواعد المسمى بالإلهام النافع لكل قاصد على رسالة القواعد لشيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ في القاعدة الأولى، وهي قاعدة ميزان الأعمال. قال: أما آن لك أن تتخلص من أقفاص نفسك وظلمات حجبك إلى أن وارث تجليات مشاهدة ربك، حتى تتنزل عليك كمالات لا تتناهى، فتدخل في فلاح قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، يعني الذي يخرج من ظلمات الأقفاص، من أقفاص النفس وظلمات الحجب. طبعا لأنه حب الدنيا وحب الشهوات هو القفص الذي يحبس فيه الإنسان السالك لو اتبع هواه. الشيخ عايزك تتخلص من هذا. أما آن لك أن تتخلص من أقفاص نفسك، يعني الأمارة بالسوء، لأن هي التي داخل القفص، والظلمات محيطة بها من كل جانب. ولذلك يعني أهل التصوف يسمونها النفس الظلمانية، النفس الأمارة نفس ظلمانية، تحتاج طبعا إلى يعني مجاهدة شديدة حتى يخرج من أقفاصها. أهم شيء طبعا، أهم شيء يخرج من هذه النفس، هذا الطور، يعني نفس الأمارة اللي هي كثيرة الأمر بالسوء. أول ما يصل إلى النفس اللوامة بعدها على طول يبدأ الإيه؟ النور. خلاص يعني اتمزقت الإيه؟ الحجب. ليه؟ بدليل أنه إذا وقع في المعصية لامته نفسه. ليه؟ أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك برزخ ينتظرك بعد الموت في القبر، وهناك بعث وحساب وجزاء يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا تلوم تذكره، يبقى بدأ الإيه؟ بصيص من النور لوامة. يبقى ما دام لوامة يبقى إن شاء الله إيه؟ سترجع إلى الله. قال: فتدخل في فلاح قد أفلح من زكاها. القرآن شوف يعني خلي بالك، ده قسم، أقسم الله بسبعة أشياء قبل أن يصل إلى هذه الجملة، هي جملة جواب القسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس. ده القسم السابع اللي بعده، يعني الستة الأوائل تبع إيه؟ تبع يعني الكون. أقسم الله بالأشياء العظيمة في الكون: الشمس ونور الشمس، بعدين القمر، وأقسم بالنهار، وأقسم بالليل، وبعدين أقسم بإيه؟ بالسماء والأرض. دي طبعا من أعظم إيه؟ مظاهر الكون، التي تدل على عظمة المقسم سبحانه وتعالى. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. أول أمر على تأويل: ورب الشمس ورب
الليل وربي النفس وهكذا. قد أفلح من زكاه، ده جواب الايه؟ جواب القسم. قد أفلح من زكاه وقد خاب من زكاه. شوف أقسم بكم حاجة؟ بسبعة أشياء حتى جاء جواب الايه؟ ده دليل على عظم المقسم عليه. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دس. انظر الحكم، هذا حكم. أفلح من زكى النفس، التزكية. ما هو برضه إيه علم التصوف؟ من أسمائه علم إيه؟ التزكية. علم تزكية النفس. يعني تطهير النفس من المعايب وتحليتها بالفضائل. هذه التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني دفنها في المعصية والعياذ بالله، دفنها في المعصية دفن. وقد خاب من دساها، يعني والى عليها العصيان والعياذ بالله حتى تلاشت وضعفت ومرضت. قد أفلح من زكاها، قال فتكتسى من سندس عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ده جزاء مين؟ المفلحين. قد أفلح من زكاها، يعني الذي يزكيها يبقى يتأهل للاكتساء من السندس الأخضر، هو لباس أهل الجنة. قال ونفسك قد زكت وربك ناداها. النفس الإنسانية السالكة التي زكاها صاحبها بالطاعة والذكر والأوراد. قد زكت وطهرت وربك ناداها. ناداها بإيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة. ده نداء. آخر سورة الفجر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا النداء يعني اختلف المفسرون متى يكون. بعضهم قال يكون عند الموت وخروج الروح. يا أيتها النفس المطمئنة. أو يكون عند البعث. أو يكون عند البعث من القبر. يكون عند البعث عند الموت أو عند البعث من القبر. أو بعد تمام الحساب. قول السادس بعد تمام الحساب. يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة. ولذلك الشيخ قال ونفسك قد زكت وربك ناداها يا أيتها النفس المطمئنة. قال إيه؟ ذكرت فصفت. أو ذكرت فزكت فصفت. فاطمأنت فصغت فسمعت. ذكرت ربها نفس المطمئنة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن. يبقى هنا ذكرت فزكت، لأن الذكر يزكي النفس، يعني أنه يطهرها من المعايب، بمعنى أنه ينقلها من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس الملهمة إلى المطمئنة إلى الراضية إلى المرضية إلى الكاملة.
هي نفس واحدة، لكن هذه صفات، صفات لا يصل إليها الإنسان إلا عن طريق الأوراد والسلوك والمجاهدة، مجاهدة النفس. يترقى، يفضل يترقى حتى يصل إلى النفس الكاملة، آخر النفس السبعة. ذكرت فزكت فصفت فاطمأنت، أي اطمأنت بالله تعالى. فصغت فسمعت. قال العلماء طبعا في تأويل هذه الآية يعني أن الله تعالى يكلم النفس المطمئنة هذه كما كلم الله سيدنا موسى عليه السلام، أو يأمر ملكا يناديها ويخاطر. تأويلا، فصغت فسمعت، ارجعي أي ارجعي عن السوى، أي عن غير الله تعالى، لا تتعلقي به، ارجعي عن السوى. فقد أضر بك البعد، البعد عن خالقك. فعلا يعني الإنسان لما يبتعد عن ذكر الله تعالى يصاب بالضرر، يصاب بالضرر. ليه؟ لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الضرر، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا هو الضرر. فإن نزع واستغفر سكر قلب، وإن زاد زادت النكت حتى تعبو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا الذاكر الذي يذكر الله تعالى ويتعلق بالله ويبتعد عن الأغيار، كل ما يبعده عن الله تعالى يستأهل هذا الذكر. ارجعي عن السوى فقد أضر بك البعد عن خالقك. فهلما يا نفس هلما إلى ربك. أي تعالي إلى ربك الذي خلقك فسواك، أو إلى ما وعدك من الكرامة والزلفى لديه. قال وبما ناسب مستواك رباك، النفس يعني. قال وكنت ميتا بذكره أحياك، إشارة إلى حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ليه؟ لأن الغافل كأنه يشبه الخشبة التي لا تنطق. قال وفي وادي قدسه أجلسك، أجلسك وهناك راضية. شوف كلام الشيخ رضوان، وذا يسموه العلماء التفسير الإشاري، يعني موجود عند كثير من المفسرين، الإمام القشيري وعند ابن عجيبة وعند الشيخ إسماعيل حق البروسوي وعند العلامة الألوسي عند النيسابوري، يعني عند كثير من العلماء يقولون مثلا التفسير الظاهري وكذا وكذا، ومن باب الإشارة كذا، لأن لكل آية يعني ظهرا وبطنا كما قال عليه الصلاة والسلام، إن لكل آية ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، يعني ظاهرا وباطنا، هذا وارد في السنة. لكن هو طبعا اشترط فيه، اشترط في التفسير الإشاري ألا يتعارض مع التفسير الظاهري للآية، هذا هو الشرط. ف
في صحة التفسير الإشارة. شيخنا رضي الله عنه التزم بإيه؟ بهذا الكلام. وفي وادي قدسه أجلسك وهناك راضية راضية به عمن سواه. لما مزقت للسوى يعني لما تخلصت من غير الله رضيت بالله جواره، أو راضية بما أوتيت من النعم ومن النعيم المقيم، من أعظم النعم والرضوان من الله، ورضوان من الله أكبر. راضية به عمن سواه لما مزقت للسوى وأعرضت عن الملك وما حوى، أي ملك الدنيا. قال فصارت بذلك مرضية عند من على العرش استوى، يعني هي راضية بالله مرضي عنها من الله. هذا معنى الايه؟ هذا معنى الآية. قال فأذن لها بالدخول في حضرة أهل الوصول وهم الصالحون، فادخلي في عبادي، أي زمرة عبادي الصالحين المختصين برضاه. فادخلي في عبادي فهم أفضل من يحبهم، يحب الصالحين، ولولاهم ما خلقت الجنة، يعني أنه خلق الجنة لأجل عباده الصالحين. مش قال كده في الحديث القدسي في البخاري ومسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما اطلعتم عليه، يعني غير ما اطلعتم عليه. من ذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال كل ما في الدنيا من نعيم ذكره الله تعالى في الجنة فهو يتفق في الاسم فقط. يعني لما تسمع مثلا الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان ما يخطرش في بالك الايه النخل والرمان والعنب اللي انت شايفه ده، لا تتذكر عاد الحديث اللي هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما التشابه فين؟ في الاسم فقط، لكن الحقيقة غير هذا. فهم الوارثون يعني الجنة وهي تراثهم، يعني هي ميراثهم من الله، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خير، وهم المنعمون وهي نعيمهم يعني الجنة. وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا طبعا تفسير التفسير الظاهري أي جنة عدن، وجنة الدنيا قالوا جنة الشهود، جنة الشهود اللي هي في الدنيا معهم في حضرات أذكارهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وفي رواية حلق العلم. وهذا حديث طبعا رواه الإمام أحمد من حديث سيدنا أنس بسند صحيح، حلق الذكر في رواية حلق العلم، لكن هنا في رواية أخرى قيل ومن رتع، ومن رتع
قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فارتعوا، خلي بالك يعني الرتع ده معناه إن الإنسان يعني يرعى في الحدائق والثمار ويأخذ ما يشاء وما يريد ويتزود. يعني شبه بالإيه؟ بالسائمة التي ترعى وتأكل أحسن ما وجد، أحسن ما وجد في المرعى. أنت حينما تجلس في مجالس الذكر، شوف أنت عاد إيه، تلتقط أشياء كثيرة جدا، يعني تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في إن كان المجالس الجماعية أو المجالس الفردية. يعني الإنسان عنده أوراد يقرأها وحده، وأوراد يقرأها مع إيه؟ مع إخوانه. هذا رتع، وبيأخذ أعظم الثمار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. مش في ميزان هناك في وصية سيدنا إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، حينما رآه في السماء السابعة قال له: أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان. والقيعان طبعا إيه؟ الأماكن الواسعة المستوي، وأنها قيعان يعني مستعدة لإيه؟ للزرع فيها، أنها قيعان. وأن غراسها اللي عايز يغرس فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أنت مش تلاحظ أن الوحيد من الأنبياء والمرسلين هو اللي أرسل إلينا السلام؟ ما حدش من الأنبياء قال، ما حدش قال أبدا من الأنبياء إلا خليل الله أبو الأنبياء. وأقرئ أمتك مني السلام، ولذلك هو هناك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوته. ولذلك جوزي بأننا نصلي عليه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ده جزاء إقراء السلام. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ذكر هنا استجابة لدعوته: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ورد للتحية التي قال: وأقرئ أمتك مني السلام. بعدين وصية: وأوصي أمتك بالحجامة. من ضمن وصايا سيدنا إبراهيم لرسول الناس: وأوصي أمتك بالحجامة. لأن ورد طبعا أنها تشفي 70 داء، الحجامة. ولذلك هو الحمد لله الآن في عصرنا يعني بدأ الناس يعني يلتفتون إليها ويدرسونها دراسة يعني شرعية وطبية وما فيها من الفوائد، فيها ماجستير ودكتوراه الآن، والآن فيها مراكز كثيرة جدا ونجحت في شفاء كثير جدا من الأمراض. سبحان الله، يعني كأنها كانت من الدواء المجهول الأمة، لكن الإعجاز العلمي للسنة بدأ يكشف يعني فوائدها الآن. سبحان الله. لكن هي من وصايا سيدنا إبراهيم عليه السلام.
وجنة النعيم في الآخرة، أو دخول جنتي يبقى جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة الشهود في الدنيا، الشهود الإلهي في الحضرات والأذكار، وجنة النعيم في الآخرة. إن المتقين في جنات ونهر. عايز يقول إيه؟ يعني إن من دخل الجنة، جنة الشهود في الدنيا، سيدخلها لا محالة في الآخرة. ولذلك أنا حتى الذي يجلس بجوار الذاكرين في الحضرة لا يشقى. أنتم عارفين طبعا الحديث الطويل في البخاري ومسلم، قال ملك من الملائكة في النهاية، قال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلان مرهق أو مرهق، يعني متعب، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. سبحان الله. فقال الحق سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله. يعني حتى الذي يقترب منهم ويجلس بجوارهم لا يشقى. رغم أنه دخل بقى، يعني الملك قال ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني جاي عايز واحد مثلا، عايز الحج عالي، عايز الحج سيد، عايز في حاجة، هيكلم كلمتين ويمشي، بس مستني لما المجلس يخلص. بمجرد جلوسه بجوارهم ساعد بهم، كما قال شيخنا: من جاور السعداء يسعى، وتراه من أنوارهم يتورع. ليه؟ ربما فتح قلبه بهذا المجلس وأعجب به، فكان من المواظبين عليه بعد ذلك. يعني هو لابد أن تدركه الرحمة وأن تدركه